يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: منهم من مخالطته كالداء، ومنهم من هذا القسم ومن مخالطته مرض وداء، من هو كحمى الروح وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه حتى يضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فمه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا يطاق جرها على الأرض. قال رحمه الله: ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا النوع، وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فهنا إذا كان لا بد له من معاشرته ومخالطته، كأن يكون في عمل من الأعمال، يقول رحمه الله: فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.